الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بجولة في محافظة الإسكندرية ضمن زيارته للمحافظة، وحضر مؤتمر المدن العالمية بمكتبة الإسكندرية. كمان تفقد رئيس الوزراء عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة للوقوف على سنة تنفيذ. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الاستاذ كمال ريان، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. يا استاذ كمال صباح الفل يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير استاذه دينا. صباح الخير. يا اهلا بيك. عايزين نتعرف منك اكتر على هذه الجوله اللي قام بيها الدكتور مصطفى مدبولي امبارح في اسكندريه. الحقيقه طبعا رئيس الوزراء كان بيشارك في المؤتمر المدن، يوم المدن العالمي بالاسكندريه، وخلال مشاركه او بعد مشاركته في المؤتمر قام بجوله في محافظه اسكندريه. الحقيقه يعني يمكن رئيس الوزراء بدا نشاهد اصطفاف معدات المحافظه المعده لمجابهه الازمات والكوارث. الحقيقه يعني التكلفات السيد رئيس الحكومه دائما ان يكون هناك استعداد كامل لاداره اي ازمات، وربط مراكز الازمات بمركز سيطره الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه. عشان كده يعني رئيس الوزراء كان حريص على ان يطمئن على جاهزيه المحافظه لاي مشكلات تحدث، وشهد هذا الاصطفاف للمعدات اللي هي هتكون جاهزه للتعامل مع اي مواقف. بعد كده رئيس الوزراء كان تفقد أو تابع مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية. يمكن كان في ميدان فيكتور عمانويل وتابع المشروعات الإسبقية الأولى للمشروع الاستراتيجية. كان فيها عرض مفصل قدمه محافظ الإسكندرية حول هذا المشروع وإزاي الاستعدادات بتتم فيما يتعلق بإعداد تقديرات وكثافات مياه الأمطار والإشراف الميداني و غيرها من الاستعدادات اللازمه للتعامل مع مشكلات الامطار. والحقيقه اشار الى ان يعني كل المراحل بتسير بشكل جيد فيما يتعلق بهذا الموضوع. بعد كده رئيس الوزراء تفقد مشروع تطوير شارع النبي دانيال، يعني ايضا هذا مشروع مهم. وكما يعني خلال تفقد رئيس الوزراء اكد ان اسكندريه بتحظى بعدد كبير من المنطقه. منطقه حيويه جدا يا استاذ كمال. نعم منطقه حيويه جدا بالتاكيد طبعا يا استاذ محمد. طبعا ورئيس الوزراء اكد على اهميه هذا المشروع وهذه المنطقه، وكمان يعني اشار الى ان الاسكندريه بتحظى بعدد كبير من مشروعات التطوير فيما يتعلق بتعزيز مكانتها الحضاريه والثقافيه والسياحيه. يمكن ايضا يعني من ضمن الحاجات المهمه مشروع او سوق اليوم الواحد. الحقيقه تجربه مهمه رئيس الوزراء تفقدها في محافظه اسكندريه. الفكره بتقوم على ان المنتجين بيعرضوا منتجاتهم في هذا السوق مباشره. يعني يمكن من ضمن الحاجات اللي بتؤدي الى ارتفاع اسعار السلع هو حلقات وسيطه كثيره بتؤدي الى زياده التكلفه. عشان كده يعني هذه التجربه طبقت في محافظه الاسكندريه، والمحافظ اشار الى ان يعني هذا النموذج هيطبق في داخل القرى والنجوع والمناطق الاكثر احتياجا، بما يضمن تخفيف العبء عن المواطنين وطرح المنتجات باسعار مناسبه. تمام. امبارح كمان الدكتور مصطفى مدبولي كان متواجد في فعاليات يوم المدن العالمي 2024، كان طبعا محافظة الإسكندرية ومن داخل مكتبة الإسكندرية. تفاصيل أكثر عن هذه الفعاليات من اليوم الأول للملتقى. الحقيقة يوم المدن العالمي يعني حدث مهم بتستضيفه مصر المرة الثانية. كان سنة 2021 استضافته مدينة الأقصر. والحقيقة يعني هذا الحدث في حوالي 1500 مشارك من حوالي 30 دولة. كل مرة يعقد فيها المؤتمر بيكون في ليه يعني شعار معين أو بيركز على جزء معين. المؤتمر هذا العام بيركز على دور الشباب في التعامل مع قضايا المناخ. والحقيقة يعني رئيس الوزراء كان له كلمة أشار فيها للمشروعات اللي مصر بتنفذها في التعامل مع قضايا الملف. مصر قطعت شوط كبير حقيقه في التعامل مع هذا الملف من خلال طبعا ومش بس قضايا المناخ لكن المدن المستدامه بشكل عام والمدن الحضريه. مصر قامت بدور مهم. شفنا طبعا جهود مصر فيما يتعلق بالقضاء على العشوائيات، شفنا جهود مصر في التعامل مع قضايا المناخ، شفنا جهود مصر في استراتيجيه الطاقه الجديده والمتجدده واعتمادها وتوجهها القوي نحو هذا المجال. الحقيقه يعني مصر الحقيقه بتستضيف هذا المؤتمر في مكتبه الاسكندريه، وده بيمهد
للمؤتمر اللي هيعقد في القاهرة إن شاء الله بعد أيام، الخاص ب اللي هو المؤتمر المدن الحضرية واللي هتستضيفه القاهرة إن شاء الله. فالحقيقة رئيس الوزراء وجه الدعوة للحضور أنهم يحضروا هذا المؤتمر المهم. كمان كان في حدث مهم من الإسكندرية، حصلت على جائزة شنغهاي من ضمن 6 مدن عالمية فازت بالجائزة، وده يعد اعتراف دولي بجهود الإسكندرية نحو التنمية المستدامة، وبيعزز مكانتها كنموذج للمدن السياحية التي تتعامل مع قضايا المناخ ومن خلال السياحة البيئية، ومن خلال حقيقة الجهد اللي تم في المحافظة فيما يتعلق بالمرافق، فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا بالاستدامة بشكل عام، التنمية المستدامة. فالحقيقة ده كان حدث مهم أيضا شهدته محافظة الإسكندرية أمس. جميل. أستاذ كمال، كان في برضه لفتة جميلة جدا من رئيس الوزراء لما اتمشى في الشارع وقابل مجموعة من الشباب وسألهم عن رأيهم في المشروعات اللي بتتم في محافظة الإسكندرية. الحقيقة رئيس الوزراء دايما في جولاته في المحافظات بيكون حريص على ان هو يتمشى في الشارع ويقابل الناس، وده جزء مهم يعني، لان طبعا اللقاء بالمواطنين مباشره بيخلي رئيس الوزراء بيتعرف على راي المواطن، لان الهدف هو المواطن. صحيح. اي مشروعات تطوير بتتم، عشان كده الحقيقه فعلا رئيس الوزراء كان حريص في الجولات بتاعته ان هو يلتقي بالمواطنين، يسالهم في مشروعات التطوير اللي بتتم. والحقيقه كان في ترحيب من المواطنين، وكان في حقيقه يعني ردود فعل ايجابيه على كل ما يتم، ومش بس يعني، يمكن حتى رئيس الوزراء في خلال الجوله في خلال شارع النبي دانيال او تفقد مشروعات التطوير في شارع النبي دانيال، التقى كمان باللي هم اصحاب الاكشاك اللي بتبيع الكتب واصحاب المحل اللي موجوده، والحقيقه يعني كان في اشاده كبيره منهم باعمال التطوير، واكدوا ان حتى المحلات بتاعتهم شهدت اقبال كبير من المواطنين بعد تنفيذ اعمال التجميل والتطوير في هذا الشارع الحيوي. شكرا جزيلا استاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا لحضرتك.